احنا نعرف انه دائما المرأة يعني في الأسس، يعني المرأة في البيت حتى لو كانت تعمل يعني مالها ليها هي، والرجل هو المسؤول عن البيت، عن المصروف، على تربية، يعني كل الأشياء هي من مسؤوليته، يعني هو اللي لازم يكون وزير المالية. الآن رانا نشوفوا العكس، يعني حتى المرأة ولات يحاسبها على كل هذه الأشياء، يعني لازم نتقاسموا الكرا، لازم نشرو هذه كيف كيف، لازم القراية تاع دراري أنا نخلص وأنت تخلصي، وكأنها أصبحت تتبادل معه الأدوار. وفي العديد من الأحيان نشوف الراجل ولا يتكل، خلوني نقولها بكل يعني مفهوم الجملة، ولا يتكل على المرأة أنها هي تدير كلش خلاص. احنا في المجتمع حاليا نلقاو فئتان يعني من أنواع الأسر. كاين نوع من الأسر اللي يكون أطراف هذه الأسرة تتكون من الزوج، واجباته، حقوقه، وأدواره، الزوجة واجباتها وحقوقها وأدوارها، والطرف الثالث اللي موجود عند هذا النوع من الأسرة هو البيئة، بمعنى الأهل، الزوجة، أهل الزوج، الأقارب، الأحباب، الأصحاب. هذا الأسرة أو هذا النوع من الأسر غالب الأمر يكون عندهم مرجعية خارجية، بمعنى يعملوا وش يساعدهم داخل الأسرة على حسب ما يتوافق مع البيئة الخارجية، لأنهم يعتمدوا كثيرا في اتخاذ قراراتهم الداخلية على هذه البيئة الخارجية. فيه نوع آخر من الأسر اللي هو الزوج والزوجة، حقوقها، واجباتها، وأدوارها، لكن الطرف الثالث هو الأسرة في حد ذاتها، بمعنى يتخذوا قراراتهم وما يناسب الأسرة بمرجعية داخلية، يعني عندهم ميثاق أسري، اتفاق بيناتهم، الأولوية تكون ما يوافق الأسرة، أهمية الأسرة، أولوية الأسرة. هنا ما نلقاوش إشكال، رانا نشوفوا التوازن راح هرب لنا. علاه؟ لأنه الرجل ولا بزاف دور اللي لازم تكون فيه المرأة، والمرأة ولات في الدور تاع الرجل. المرأة اللي نشوفوها تخدم في الدار، تخدم برا، ما عندهاش وقت لنفسها، تتعب بزاف، وهي اللي يعتمد عليها ماديا. والرجل ولا نشوفوه في ماشي في كل الحيز تاعه، انه الرجل هو اللي هو قوام على المرأة، هو اللي لازم يصرف عليها، هو اللي لازم يوفر حتى لها، حتى شرعا يعني هكا قانون كوني. كي شفنا الان هذا ديزيكيليبر اللي راه صاري في العالم، كل راجل ولا المراه ولا تدخل اكثر من الرجل، ولا اكثر نجاح من الرجل، ولا كاين مضاربه بين الرجل والمراه، ما ولاش كاين كومبليسيتي بيناتهم. كاين نساء في الطبيعه كيف تطور بالناحيه الماديه، هل تطور هذا الشيء ليها هي ولا الي اوبليجي تصرف عندها؟ لا، اني با اوبليجي، هذا اختياري. اذا كانت فيه اجباريه انها تتكفل من ناحيه الاسره، في خلل في العلاقه. صح، لانه القوامه في الاساس ضروري تكون للزوج، معناته اذا كانت فيه تميز هي ولا تفوق في الناحيه الماديه او مديره مشاريع ورياده اعمال فتح لها الله سبحانه وتعالى في هذا المجال، ضروري ان لا يتنازل عن المنصب المكانه تاعه والمسؤوليه تاعه. المشكل ماشي غير في العمل ولا وهي تجيب دراهم ولا تخلص ولا ماولاش هنا المشكل. كاين المراه ولا تقوم بادوار رجاليه ثاني في دارها، تصيبها خسرت لومبا تبدلها، قرعه غاز تبدلها، صح، تهبط حاجاتك من العكوبال، دير كلش. ونشوفوا بزاف استاذه سامحينا، نشوفوا بزاف ثاني الاعمال الشاقه هذه تاع الرجل، باغ اكزومبل خسرت حاجه تقول له ديرها، يقولها ام بعد. احنا النساء نسحقوا هذيك الحاجه اللي تعملي بها يوميا، تروحي تديريها، وكي تولفي له جينيرالمون اي شخص حتى لو كانت مراه تولفي له دير هذيك الحاجه بداله، تولي عاده، تولي بلا مزيتك. وحنا كي تدخلي في بلا مزيتك تخسري من الاستحقاق ديالك. هي ضروري نوضحوا للمشاهده الكريمه ولا المشاهدين الكرماء انه في فرق جوهري بين تبادل الادوار والتنازل عن الادوار. لانه الامر اللي يؤذي الاسره هي اذا تنازل احد الطرفين عن دوره داخل الاسره. يعني اذا لقاها هي شاطره يعني برا الدار وداخل الدار، يقول لك خلاص انا علاش كسر راسي، هي مسؤوله وتتحمل كلش، وزيد كيقولها كنت لوم ولا يقولها كي تقدري راكي تقدري. دونك هنا ثاني ضروري المراه تكون ذكيه، يعني صح، تكون ذكيه وتكون تقدر ذاتها، يعني حاجه حتى ونعرف نديرها الأولوية ليه، إذا هو راح يعملها.